حكاياتنا الجنة. شيبه بخيل مرة. الله رجال ما شاء الله يا رب خله يا الله. وابن كيف صار صالح؟ بصراحة المستشفى مو من إمكانياتي ولا طموحي. لذلك تركته. وصديق تصرفاته غريبة. ومدير استنفذ كل أدوات الصح. ميت وصديق. الأربعة أبطال مسلسلنا الكوميدي. واحدة بوحدة هتضحك من قلبك. الآن في الأسواق للتواصل 050-41-63-123.